انطلقت في العاصمة المغربية الرباط أعمال الدورة 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين على المستوى الوزاري بمشاركة عدد من وزراء الصناعة وممثلي الدول الأعضاء، بينها ممثل دولة الكويت ورئيس وفدها المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني. من جهته قال المدير العام للمنظمة عادل الصقر في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة إن هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قطاع التعدين، مما يسهم في تعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. وأكد الصقر أن المنظمة تلتزم بالتركيز على تطبيق وتبني التقنيات الحديثة والتحول الرقمي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز الابتكار وتحقيق التطور الصناعي المستدام.